السلام عليكم الخوت، صافا بخير؟ اليوم ان شاء الله الموضوع زوين، الموضوع ديال الجلبه للاطفال في كندا وسيرتو في البروفانس ديال كيبيك. كيفاش تجي لكندا؟ من تجي لكندا كيفاش تجلب لولادك؟ يعني شنو غندير، لي طاب لي غندير باش نعرف راسي انا السبيطار غنمشي ليه؟ وهادي المهم حنا غنوريكم كلشي ان شاء الله. كيخصك جوج حوايج. الحاجه الاولى هي هاد الدفتر، هذا الدفتر الصحي للطفل، يعني في البلاد ديالو شنو كان كيدير، شنو الجلبات اللي دار في البلاد ديالو، كيكون فيه كلشي المعلومات على الطفل. وكيخصك الثاني حاجه هي البطاقه ديال الرامكي. الا ما عنديش هاد البطاقه تخلصهم اسبيس، هذا هو لا ديفيكولتي اللي كاينه. المهم انا غنوريكم الطريقه كيفاش وسهله، ونتمنى تعجبكم. كي قلت لكم غتاخذوا رونديفو من سي ال اس سي هو سونتر لوكال دو سيرفيس كومينوتير، هذا هو اللي مكلف بالجلبه ديال الاطفال البيدياتري وبزاف د الحوايج. يعني انا نوريكم الطريقه كيفاش تاخذوها، بقاو معنا غنمشي ندير لكم فيديو باش تشوفوا كيفاش طريقه تاخذ رونديفو ساهل. كي قلت لكم كتجيو لجوجل كتكتب هاد santé.gov.qs هي كيبيك .ca، كيعطيوك هاد لاباج. هادي هاد لاباج هادي فيها الكود بوستال ديالك، ديال المدينه اللي انت فيها، وكتكتب شحال بعيد عليك الري ولا قريب لك، زعما واش 5 كيلومتر ولا 10 اللي ما يمكنش لك ديباسي الا كنتي على رجلك او في طاكسي. وهنايا دوك هنايا تولي كيبيك، هذوك المدن هنايا كيعطيوك المدن، ندخلوا لهم نشوفوا المدن. هادو المدن اللي كاينين، وكاينين شي حوايج اخرى ملي كدير سيرش كيعطيوك واحد الباج اخرى. هاد الباج الاخرى هي هادي، هي هاد الباج ملي كيعطيوك هادي كيعطيوك لي ريجيون اللي كاينين تما ديال سي اس سي، وكيعطيوك نمرة التليفون ديالهم. هاد نمرة التليفون كتعيط فيها نتايا، مثلا انت باغي دير فاكسان ديال فاكسان دو نيسونس كيتسمى هنا فاكسان دو نيسونس، ياك كيعطيوك كتشوف كتسمع ملي كتعيط لهم كيقول لك اش بغيتي دير بالضبط، كتقول لهم راه كذا وكذا. صافي كيعطيوك واحد البوست كتعيط فيه، حتى هو البوست هذا هو النمره ديال داك السيد اللي مكلف بلي فاكسان دو نيسونس، وكيعطيك رونديفو. ضروري كيعطيك رونديفو، ولكن كيخصك يكون عندك كي قلت لكم الدفتر الصحي للطفل و الرامك، مهم بزاف هو الدفتر الصحي للطفل، ما يمكنش يديروا لك الفاكسان بلا دفتر صحي، هذا هو القانون ديالهم هنايا. مهم هادشي اللي كاين دابا، ونتمنى نكون فدتكم ونكون ما بخلتش عليكم باي حاجه. كيف ديما